الطالبة منى زاهر الفداوي الحافظة لكتاب الله عز وجل وهي في صف العاشر في مدرسة بنات العدوي الثانوية. صباح الخير منى. صباح النور. يسعد صباحك يا منى، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. صبحك بالخير، احنا اسفين انه قطعناك عن الحصة المدرسية، ولكن حابين تكوني واحدة من ضيوفنا في برنامج طلة فجر. اول شيء حتى نهنئك على هذا الانجاز العظيم، هذا الانجاز المبارك، وربنا يجعلك من خير الحافظين ويجعلك من خير الابناء. اكيد احنا في بداية حديثنا وقبل ما ابلش حديثي معك بنوجه كل التحية لوالدك ووالدتك الاعزاء، اكيد على متابعتهم وعلى خير مثال من الأبناء الصالحين، واحدة من الطلاب أو واحدة من الأبناء اللي بعمر 15 سنة أتمت حفظ الله سبحانه وحفظ كتاب الله. وأكيد بنوجه كل التحية إدارة المدرسة اللي حبت تكرمك اليوم وتهنئك بهذه المناسبة من خلال الإذاعة المدرسية، فحلو هالإنجاز وحلو هالتكريم. منى، أول شيء صباح الخير لك، احكي لي عن كيف أنجزتي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى خلال الفترة الماضية. في البداية بحب أشكركم على هاي اللفة اللطيفة، بأنه يعني أول مرة بطلع بمقابلة، شعور شوي غريب. ان شاء الله يا رب مش اول مره، راح تكون كمان لمرات عديده ان شاء الله. ان شاء الله تمام. في بدايه الحفظ انا بدات طبعا الحفظ وعمري 5 سنوات، رحت على دوره الحفظ الصغير اللي هم مسجد القديم في البلد. من هناك انا بلشت احفظ السور الصغيره ومن جزء اعمى ما شاء الله. بس طبعا الحفظ كان بطيء شوي بما انه يعني كنت صغيره لسه. صار يتطور شوي الحفظ، طبعا اكيد في فترات كنت اقطف فيهم، ما كان عندي هدف مثلا انه راح اختم القران او هيك، ما كان يعني لسه كنت حاسه شوي بعيد. فكنت يعني لسه ببطء، يعني مرات كنت اقطع مرات كنت اكمل. بعدين يعني صارت الحرب وحسيت انه كثير ناس من غزه بدوا يحفظوا القران، وخصوصا بهاي الحرب الوضع صعب جدا. فحسيت انه انا ايش عذري بهذا الحال، انا عايشه في حياه زهيده وهيك. فبدات من وقتها احفظ بجهد، يعني صرت احفظ صفحتين في اليوم او صفحه، كنت زمان احفظ صفحه واحده بالاسبوع. هلا صرت يعني اكثف الجهد لحد ما صرت احفظ اكثر اكثر واكثر، لحد ما وصلت لمرحله صرت احسب عدد الايام اللي راح احفظها، يعني عدد الايام اللي ضايل فيها لحد ما اختم. فبدات اتشجع اكثر عشان احفظ اكثر، قلت بسرعه. بدات اتذكر انه مثلا انه ممكن اموت في اي لحظه، فانه اموت قبل ما اخلص، فهذه شوي دفعني اكثر اني احفظ. ما شاء الله، يعني انت بداتي بشكل بطيء نظرا لصغر سنك، ولكن مع هالعام حطيتي قرار وهدف في راسك انه انت حابه تختمي كتاب الله بعدد ايام، يعني حتى الايام حسبتيها صحيح؟ اكيد طيب قديش كنت تحفظي في اليوم، كم من صفحه؟ في البدايه كنت احفظ صفحه بالاسبوع، اما بعدين صرت اتطور صرت احفظ صفحه باليوم، صرت احفظ صفحتين ثلاثه اربعه واكثر شيء 5، يعني كنت احفظهم الفجر اصحى عشان يكون مخي مفتح اكثر. ما شاء الله. طب مين كان دائما يسمع لك يا منى؟ من بدايه ما انا بدات بالتحفيظ كانت معلمتي اللي بالتحفيظ مها شو، اللي كانت متابعه معي من عمري 5 سنوات لحد هلا، لحد ما ختمت طول هاي الفتره. حلو، لغايه هاي الفتره. في حدا من العائله كمان كان يساعدك في الحفظ؟ ماما كانت تسمع لي ما تكون فاضية، يعني هيك هاي الفترة. ما شاء الله. طيب منى، شو أكثر سورة استصعبتيها وأنت بتحفظي بالقرآن؟ صراحة سورة آل عمران، يمكن كنت بدي شوي أسمع شوي التفسير لحتى أفهمها أكثر. صرت أسمع للتفسير بالأواخر لما صرت بدي أختم عشان يسهل علي الحفظ، يمكن سورة آل عمران ما كنت كثير أسمع تفسيرها. طيب شو أسهل سورة كمان حفظتيها بسرعة من السور الطويلة إحنا بنحكي؟ سورة البقرة حفظتها بشهر رمضان الماضي، كان في مسابقة فتشجعت إني أخلصها أكثر، يعني ختمتها بشهر رمضان. ما شاء الله عليكي. طيب شو أحب، يعني أنا هيك بحب أسأل يعني شو أحب سورة من السور الموجودة في القرآن الكريم أنت بتحبيها وبتحبي دائما تردديها؟ هلا هو المصحف كلياته معجزة، فكل السور حلوة فيه. أكيد طبعا، بس كل شخص هيك بحب دائما يردد سورة معينة أو آية معينة بتضلها دائما على لسانه. أنا ما عندي أي معينة، بس عندي سورة معينة زي سورة البقرة كانت أحسها يعني كلها مشجعة، وسورة الفرقان أحسها كلها إعجاز وهيك، يعني فكنت أحب أسمعها يعني وأقرأها. طيب آية لو طلبنا منك بشكل سريع تقرأي لنا على مسامع السادة المستمعين والمشاهدين، آية بسيطة أو جزء بسيط من سورة معينة بتحبي دائما ترتليها؟ يعني صراحة بس
آخر آيتين من سورة البقرة. تمام، بنفع ترتليها على مسامع المشاهدين والمستمعين حاليا؟ أكيد ممكن. تفضلي. طبعا تفضلي آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا منى، رائعة جدا. منى بديش أطول عليك وعشان ما نقطع الحصة المدرسية، آخر شيء في حديثي شو بتحبي تحكي للزميلات الطالبات معاك لحتى يكونوا متشجعات ويصيروا على نفس الخطى بحفظ القرآن الكريم؟ هلا أنا بكل مسيرتي من عمري 5 سنوات لحد 15 سنة كنت أحفظ بجزء بطيء في البداية. يعني أنا خلصت الجزء الأكبر من القرآن بآخر سنة أو سنة ونص. يعني خلصت أكثر من النص بسنة ونص، فالموضوع مش إنه صعب إني بقدر أخلص بفترة قصيرة. مثلا بيحكوا إنه ابني ببلش وهلأ فيني أشكي إنه شوي صعب، إنه أنا هلأ كبرت وعلي بطل يستوعب كثير. فأنا خلصت أنا أكبر جزء في سنة ونص، فإنه ممكن إنه يخلصه أكثر من هيك، جزء يعمل إنجاز أكبر من هيك. كل الاحترام لإلك يا منى، الطالبة منى زاهر الفداوي الحافظة لكتاب الله، ما شاء الله عليك. أكيد بنوجه كل التحية لوالدك السيد زاهر ولوالدتك أكيد على متابعتهم لإلك وعلى تشجيعك وتحفيزك من أجل حفظ كتاب الله، وأكيد كل الشكر من جديد لإدارة مدرسة العدوية الثانوية للبنات، يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله تكوني خير مثال للعديد من زميلاتك اللي معاك وللعديد من المستمعين والمستمعات، وتحفيز لنا ولكل باقي جيلك بأنه يكونوا على نفس الخطى. ما شاء الله عليك يا منى، مشكورة أكيد، ومتواصلين معكم مستمعين.